ومن ثم انتشر الملحدون في مصر، وربما أداء الإسلاميون في السلطة جعل آخرون ينفرون إلى هجرة الدين بعد أن خلط هؤلاء الإسلاميون عملا صالحا وآخر سيئا، خلطوا السياسة بالعمل الدعوي، فحكم الناس على أدائهم السياسي أنه كان أداء سيئا، وبالتالي كان الحكم أيضا على العمل الدعوي بل كان على الدين كله. وهذا ليس تبرير للملحدين وإنما هو تفسير للظاهرة. وأيضا كان الخطاب الدعوي في بعض أوقاته كان خطابا يعني دون المستوى. وأيضا نقطة في غاية الأهمية لها علاقة بأن أغلب التيارات الإسلامية هجرت العمل الدعوي واشتغلت في العمل السياسي، وبالتالي لم يصبح من يدعو الناس إلى الدين، فهجر كثير من الناس إلى اللادين. فضلا على نقطة أيضا في غاية الأهمية، أنه أصبحت هناك وسائل تكنولوجية عديدة تستطيعين وأنت تجلسين في هذا المكان أن تطلع على أي أفكار في آخر العالم وفي نهاية العالم. وبالتالي يعني هنا في مصر اطلع الناس على تشارلز داروين وأفكاره ونظرية التطور، فأعجبوا بهذه النظرية، لم يجدوا ردا وإجابة على تساؤلات كثيرة، فبالتالي أخذوا طريق الإلحاد، وربما وفر ذلك وسائل الاتصال الحديثة كما ذكرت لك. كل هذه العوامل المجتمعة أدت إلى ظهور ملحدين في مصر، بل أدت إلى تكاثر هؤلاء الملحدين بشكل يبدو ملفت للنظر. طب نظرية الدعوة ندرسها ولا ما ندرسهاش؟ تدرس نظرية داروين وتدرس كل نظريات الدراسة، ليس لها علاقة أن تؤمني أو لا تؤمني بنظرية، والإسلام ليس فيه ما يجعلك تنزوي وتخافي من دراسة أي نظرية وأي فكرة. وأنا بجاوب. بتدرس في جامعة اسكندرية، لا 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 أستاذة علوم بيولوجي ما بتدرسش. لا لا غلطانة غلطانة. لا لا لا. Okay, I think that's it. Yeah. ألف شكر. ده أنا اللي بشكرك، أنا اللي بشكرك، وأتمنى إن كلامي يبقى كان مفيد ليكي. جدا جدا، ربنا يخليك. الحتت اللي احنا بنتناقش فيها. لا لا خالص عادي. لا 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 عادي. لا لا عادي. لا بشكل عام عشان تفهم الموضوع كده. لا ما فيش اي مشكله، الماده كلها ملكك.